إذا أردت تبييع قضية شكل لها لجنة للنظر فيها، هكذا قال رئيس مجلس النواب أثناء رده على نقاش احتدم بين أعضاء المجلس بشأن اللجان التي يتم تشكيلها للنظر في قضايا الاغتيالات التي تشهدها اليمن، بعد أن فتح الأعضاء موضوع الجانب الأمني أثناء الجلسة، وانتقدوا بشدة عدم قيام هذه اللجان بإعطاء أي معلومات أو خيوط تصل إلى معرفة من يقومون بتلك الاغتيالات. نطالبها بحق الزمالة، نطالبها بالحق الدستوري، لجنة الدفاع والأمن في هذا المجلس أن تقدم لنا تقرير شامل. أما الحكومة فقد يأسنا، الحقيقة أننا أصبحنا في يأس، يأسنا مطلق من هذه الحكومة، ويأسنا مطلق من اللجان التي تتحدث أنها تسعى. الآن هناك حشود مواجهة على مشارف مأرب، بمعنى آخر نحن أكادمون على حرب جديدة في محافظة جديدة وهي محافظة مأرب. ما يحدث في محافظة البيضاء من صراع وحرب تطرق إليه الأعضاء في الجلسة، وطالبوا الحكومة القيام بواجباتها اللازمة ووضع حد لهذا المسلسل الذي يذهب ضحيته الأبرياء. لو كان الذي بيحصل فيها في صعدة ولا في حضرموت ولا في أبين كان الأمور تغيرت. للبيوت، للمنازل، تهجير، لا تتفرجوا، لا تسكتوا. لذا أنا أطرح الموضوع على المجلس وعليه أن يتحمل مسؤوليته ولو بربع توصية. المجلس في بداية جلسته استمع إلى رسالة موجهة من رئيس الجمهورية طلبه الإسراع باستكمال إجراءات المجلس الدستورية والقانونية بخصوص إصدار قانون خط الأساس البحري للجمهورية اليمنية للأهمية قبيل انتهاء العام الجاري، وأرجع النقاش والبت فيه إلى جلسة مقبلة.